تعالي اتوقف هنا عند الاقتصاديات عشان نوري مدى ان الفكر متشبع ومتحد ومتسق مع الدوله. العاصمه الاداريه الجديده، وانا لما رحت اتفرج عليها من عده اشهر وكان لي شرف الالتقاء بالقيادات المسؤوله عن هذا المشروع اللي هو احمد عمران، فالتقانا في مكتبه وشرح لنا، وفوجئت ان العاصمه الاداريه الجديده لم تاخذ مليما من الدوله، وانها مولت انشاء هذه العاصمه بالكامل باقتصاديات ذاتيه، وان حجم المبيعات وقتها 55 مليار، طبعا تجاوز 60 مليار الان. لما تيجي بقى تنقل انت، وده الناس اللي عايزه تنشئ، ما تقعدش تستنى المخصص بتاع الدوله والبند يسمح والبند لا يسمح، مش حد خلاص الكلام ده بقى موضه قديمه، لازم تخش بالحلول. النهارده النادي الاهلي رابع فرع في التجمع استاذ ابراهيم، ها ما اقترضتش مليم من بنك، ما اقترضتش مليم من بنك، بالعكس انت تحقق ايرادات وتعمل اعمار وتنشئ وفرص عمل وتنميه للمجتمع. وجود النادي الاهلي في اي بقعه هو بينميها، بيرفع من القيمه التسويقيه للمنطقه، قيمه الاراضي، تهافت المطورين، تهافت الناس اللي ليهم اعمال تجاريه على انها تتواجد في مثل، وشفنا مدينه نصر اللي حصل له بسبب النادي الاهلي. وانت بتقول حتى التخطيط الان بتاع الطرق بيراعي وجود النادي الاهلي والحركه بكسفت. الدخول والخروج اليه. النهارده ترجمه حقيقيه، تناغم حقيقي، اللي عايز يعمل حاجه يقدر يعملها، اللي مش هيعرف يشتغل صح كل اللي تملكه الحماس والاخلاص والجديه، هتقدر تنجز كل احلامك. انا ليا بس تعليق واحد، انا لا اعتبر قيام مؤسسه بالاقتراض لتنفيذ مشروع شيء مش كويس، لانه نحن امام نوعين من الاقتراض، في قرض استهلاكي لهؤلاء الذين يريدون ده اللي توقف تماما، وفي قرض تاني انتاجي، طبعا انتاجي جدا، انتاجي لانه محسوب بالدراسه الجدوى بتاعته بتقول انه عندما سنصنع كذا هنمد كذا هنبني كذا سننشئ كذا فهيدخل لنا كذا، ولو مش موجود معانا ده فكر اقتصادي في العالم كله، في العالم كله. لا انا مش ضد الاقتصاد، لا انا مش قصدي انه لو ان مؤسسه، انا بكلمك كمان الافضل انك تستطيع طبعا مواردك من غير ما تقترض حتى. لا انت اقترضت بس بطريقه اخرى، انت اقترضت لانه نفقات الاهلي ضخمه جدا جدا بحجم مؤسسته.